وينضم إلينا من بغداد مراسلنا طارق ماهر. طارق، هل اتضحت الصورة بشأن العملية الأخيرة في قاعدة سبايكر التي نفذها تنظيم الدولة الإسلامية؟ نعم، الحصيلة ارتفعت قبل قليل لتصل إلى 20 قتيلا، 8 منهم ضباط، 3 منهم برتب رفيعة، هي برتبة مقدم وعقيد وعميد. كل هؤلاء القتلى من عناصر وضباط شرطة نينوى الذين يتدربون داخل قاعدة سبايكر. الهجوم نفذه 6 انتحاريين يرتدون أحزمة ناسفة، فجر 4 منهم أنفسهم على البوابة الرئيسية الشمالية الغربية، وتمكن 2 منهم من الدخول إلى داخل المعسكر، وبالتالي فجر 2 منهم أنفسهم بالأحزمة الناسفة على تجمعات للمتدربين من عناصر شرطة نينوى، وبالتالي كما ذكرت الحصيلة ارتفعت لتصل إلى 20 قتيلا. وبالتزامن مع ذلك تخوض القوات العراقية وفقا لوزارة الدفاع اشتباكات عنيفة مع مسلحي تنظيم الدولة في ناحية بروانة التي لا تبعد سوى 10 كيلومترات فقط عن قضاء حديثة. هذا الهجوم الذي تنفذه قوات ووحدات من الجيش العراقي وكذلك العشرات أو لنقل بصراحة المئات من أبناء العشائر، من أبناء عشائر الجغايفة والبونمر الذين يدعمون القوات العراقية في هذا الهجوم في محاولة لاستعادة ناحية بروانة من سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية. ووفقا لوزارة الدفاع العراقية أيضا فإن هنالك اشتباكات عنيفة دارت داخل معسكر سبايكر بين مسلحين أو بين عناصر من الحشد الشعبي ضد متطوعين من عناصر شرطة نينوى الذين كانوا داخل المعسكر بعد التفجيرات، نظرا لأن الحشد الشعبي طالب العناصر من الشرطة المحلية بتسليم أسلحتهم الثقيلة والمتوسطة لمنعهم من استمرار في التدريب. شكرا جزيلا لك طارق على جملة هذه التفاصيل. كنت معنا من العاصمة العراقية بغداد.